هلا بالجميع، معكم حسين واليوم حناكل آيس كريم. ثانك يو أول شيء على الكومنتات الحلوة، وأنا بدي باديكم بكل شيء الفيلم، يعني إنه أنا بدي أتشكركم. سو حيكون في الجيف أواي حتشوفوها بآخر الفيديو. أهلا وسهلا فيكم حلقة جديدة من تجربة أشياء غريبة. واليوم قررت، كنت عم قرر إنه أعمل كوكتيل، بس ثابت عندي البلندر خربان، بتعطي صوت قوي وبتعمل شارة وبتحترق. فقلت لا، قلت لنغير المحتوى، مش المحتوى، نغير نوع الفيديو ونجيب لكم شيء سريع. سو لقيت شيء كتير خرافي اللي هو آيس كريم، وجبت هون أنواع كتير آيس كريم. فحنبلش بأول واحد اللي هو مارس. الفيديو حيكون سريع، هزاروا ليش؟ لأنه آيس كريم بتدوب وأنا بدي آيس كريم بتدوب. بالنسبة للمارس، كريم كاراميل اللي بالمارس موجودة هي ذاتها بالآيس كريم، طعمة الشوكولات طالعة ظاهرة، بس مش مثل الوحش الشوكولات العادي، يعني هون خفيف كتير. سو بعطيها 6/10. نروح على اللي بعده، اوريو دون جالاكسي دايب. نروح على الجالاكسي يا جماعة ونجربه. جالاكسي آيس كريم يا جماعة، هات نجربه. قبل ما تكفوا الفيديو عملوا سبسكرايب ولايك ودعموني شوي، ما عاد عم يدعم شوي. كراميل كتير واضحة، شوكولا ما في شوكولا. هذا 5/10. لقلكم ليش 5/10؟ لأنه أنا بدي أكل جالاكسي. جالاكسي معروف بطعمة الشوكولا، الشوكولا اللي بقلبه اللي واحد، إنه أنت بس تجيب لوح شوكولا بتخليها بتمك هيك 10 دقايق بدون ما تعمل شيء بحياتك، بس تفكر وتستمتع بهذا الطعم اللذيذ. هون ما في شوكولا، فانيلا وكراميل شوية شوكولا. سو قتلوا الطعم كله، قتلوا جالاكسي. بنروح للي بعدها يا جماعة، هات لنشرب شوي. أنا توقعت يكونوا كتير باردين ومتلجين، بس للأسف لا. تويكس على آيس كريم، أكيد آيس كريم، أنا جايب كل شيء آيس كريم، ما بعرف على شو. هات لنجربه، إن شاء الله يكون جديد. للأسف دايب بقوة، بس ما نجربه. ما التيست تاعه شو كيف. في قلبه قطع هيك، فيهم كريسبي، اعطيهم طعم خرافي. هيدا بنعطيه 8/10، هذا طلع احسن واحد فيهم تقريبا. امنم كلكم بتعرفوه الحبوب الصغيره، انا قررت او لا، الشركه قررت تعمل منه ايس كريم، وبهالايس كريم ما بعرف شو مخبصه. المهم تنشوف اذا بنعطيتنا الطعمه الطيبه او لا. لحد هلا اللي اخذ معنا اعلى علامه هو التويكس اللي كان دايب جدا، اخذ 8/10 لانه فرق التكستشر باللي بقلبه. هيدا امينيم بتشوفوا شكله، سوري هذيك ما كان فيني فرجيكم يعني ابدا. شوفوا شكله، بتحسوا فيه امينيم يعني. هات لنجرب. اها
واو الهازلنتس في رهيبة جدا جدا وحياة الله كثير طيبة. يعني عندنا سويتي امينيم طعمها مبين كثير الشوكولا الامينيم 100% جايبيتها ايس يعني هي عشان ايس كريم فجاية رهيبة جدا. الامينيم بعطيه 9/10 سنيكرز. سنيكرز شكله مثل اللوحة سنيكرز وزيته شوكولا بيور. نقدم قدمة ونجرب. إذا بتلاحظوا في بقلبها فستق آيس كريم كراميل شوكولا كلياتها. سو نفس اللوحة الشوكولا أعطينا كيب آيس كريم بطريقة احترافية. السنيكرز أخذ معنا يا جماعة أنا بعطيه 8/10 لأنه عن جد شاطرين الجماعة وعاملينه بطريقة عم بيوصلوا لك طعمة السنيكرز شوكولا بسنيكرز آيس كريم وهذا الشيء برافو عليها. هلا نروح يا جماعة عند الأوريو. الأوريو مين ما بيعرفه نجرب الأوريو. هلا الشوكولا هذا الكوفرز السوداء اللي بنعرفها بالأوريو كلياتنا. نشوف شو استخدم. بسم الله الرحمن الرحيم. رهيب صدقوني رهيب بعقد. مش لانه دايب ومش دايب هالخبريات لا بس الكفر تاعها بدنا شوكولا. الكفر تاع البسكويت البسكوت تاع الاوريو مفتفت مكبس هيك طلعي يعني بقسمات. سو الاوريو بياخد معنا يا جماعة 9/10. هذا الفيديو عم سارع فيه قد ما فيني. هلأ هناخد وقتنا. في عندي 4 من هاي دول. هيدا هخليه لاخر شيء. هجرب اول شيء الفليك. لانه كبير. من كبير لصغير. فحنشوف اي فيهم احسن شيء. بتشيل الغطاء. بتشيل الغطاء. كمان مرة. ليش ما فيش ملعقة؟ في سبون هون. استعملها. شفتوا انا ليش بحبهم لهو؟ هذه علامة لك زيادة. لانه في سبون. ايس كريم مع الشوكولا. بس لنشوف اذا بيعطيني احساس الفليك اللي هو انت لما تاكل فليك تحس الشوكولا عم بتشتي جوا بتعرفي. فنشوف هذا الاحساس اذا حيجي بالايس كريم او لا. طب ناخذ هيك قد ايه نعمل هيك. كايس كريم اوكي بس كفليك از نوت اوكي. ما في ولا طعم الفليك. بعطيه 4/10 سوري. هيدي التابلرون. التابلرون اصلا تفاجئكم كيف شكل الشوكولا. شكل الشوكولا بيكون نفس هيك مثلثات. تفتح شي بيشهي بين عليها. تنشوف هلا بدي انا توصلني طعمة التابلرون. يعني انا مش بس انه عندي ايس كريم تابلرون وخلصنا. بدي توصلني الطعمة 100%. سو نشيل شوي. هلا هو دايب بس او ماي جاد ليك شوكولا يا جماعة. هذا مش ايس كريم عادي. لحتى تشوفوا ما بعرف اذا حتبين لكم. بتنشال هيك طلعي بين مثل كأنه ما بعرف هيك فلافي.
هلا بياخذ معي 9 من 10 كمان لانه اشتغلوها بطريقه صحيحه ومش انه عملنا ايس كريم وخلصنا. بنروح عند لندن دايري، هذا كراميل كرانش، هي هاي العلبة. مية بالمية دايب يا معلم، ما يكون كيف دايب. بس كمان في ملعقة، ليش كلهم فيهم ملعقة وانت ما فيك اشي يا فليك يا حتسافة؟ نشيل ملعقة اللندن نجيبها هيك، ناخد شوية الله يسامحك بس نبلو. هذا المنتج في طعم الكراميل رهيبة والكرانش، بس عن جد برافو، طيب استحق التجربة، ياخد معي 8 من 10. هيدا هذا الصراحة خليته لآخر شيء لأنه أنا كتير بحب هذا البراند. بليز ما جيب العيد. هذه على فانيلا، خفيفة نظيفة وبنت ناس. تنشوف طيب مش طيب، قديش بياخد معي من 10 كعا فانيلا. هلا هو ككونسبت طيب، الفانيلا فيه واضحة بس منا واو، فحاعطيها 7 من 10 الصراحة. ومثل ما تعودنا نحن نخلص الفيديو بقهوة وحنحكي على الجيف اوي باي ذا واي، ما فيني انا اخذ وما اعطي، فبليز هيدا الشافي مش حسكر الفيديو، شافي تاني حسكرها. رح يصير انه انا حنقي حدا من الكومنتات الموجودة عندي على هيدا الفيديو، اي واحد فيهم هاعطي جيفت كارد بقيمة $20، هي منع قيمتها يا امازون يا باي بال يا ايتونز او الطريقة اللي هو بتناسبه وبس. وثانكيو، وهلا من هلا بنسكر وبنكون باي باي. ما تنسوا تعملوا سبسكرايب ولايك.